مفاجاتنا حلوه عن التفتيح النهارده. اكيد احنا كل مره في اورا بنحب نفاجئهم بحاجه جديده. بس احنا حلقتنا النهارده كلها من اعماق البحر. انا خدت بالي. بصي، وطبعا مشكله كبيره جدا عند كل بنات انها تبتدي تلاقي في بشرتها ابتدت يظهر بقع غامقه، مناطق اسمرت من سواء من الشمس سواء كلف سواء نقص فيتامين في جسمي، فبالتالي بتبتدي تطلع على بشرتي ان نقص ماده الميلانين فتبتدي تظهر بقع غامقه. الحقيقه احنا فكرنا، يعني كان من هدف شركه اورا ان احنا نعمل كريم طبيعي يكون سعره حلو ويكون فعلا مفيد جدا ويفيد جدا في التفتيح. لان مشكله الكريمات التفتيح كلها غاليه، وخصوصا الكريم اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. انا مش هقول. بصي، احنا بعد بقى دراسات كتير جدا يعني قررنا ان احنا هيكون تفتيح بالكافيار. الماده الاساسيه بتاعتنا هي الكافيار. الكافيار طبعا هو معروف، هو بيض السمك بيستخرج من انواع بطارخ السمك. في فيتامين عاليه جدا جدا، هو من اغلى طبعا المأكولات البحريه. أكيد. وده معروف. واي كريم تفتيح بالكافيار بيكون غالي جدا. طب اللي بيميز بقى شركه اورا ان احنا عملنا كريم كافيار سعره حلو جدا، برغم ان جودته عاليه قوي. بس هو سعره حلو جدا، الناس كلها تقدر تجيبه. ان فعلا احنا كان عندنا مشكله ما نعرفش نجيب كريمات تفتيح كويس، فالحمد لله ان شاء الله الكريم يعجبهم جدا جدا، هيلاقوه بجوده عاليه قوي بينافس. كنت لسه هسالك، يعرفوا ازاي الفرق ان انتوا عاملين حاجه يعني حاجه مختلفه عن اي كريم تاني؟ بصي، هم هيحسوا بالكافيار بما ان في اختلاف في السعر. في ناس ممكن تسال تقول لك طب اشمعنى هنا السعر اقل وفي اماكن تانيه اعلى؟ انا عارفه ان في براندات تانيه بتبقى هي يعني خلاص اتعودنا على ان هم ده الرينج بتاعهم. هي بصي، هي فكره كده ان في براندات ليها رينج معين في يعني في ارقام وقد تكون معينه، احيانا الخامات اللي بيستخدموها مش هي الكفء يعني او مش بالنسب العاليه اللي احنا لكن منتظرها. احنا هنا بنعمل في مصانع مصريه كلها، الخامات من بره مصر لكن المصانع كلها مصريه. وانا هدفي ان احنا الناس لما تجرب هتحس بده يا عظيم. انا مش هتكلم كتير. هو ده اللي انا عايزاكي تقوليه. انا عايزه الناس كلها تجرب وهي تدخل تقول رايها. انا مش هتكلم، مش ببيع منتج او مش بتكلم بس عن منتج علشان ان انا اقنع ناس بيه. انا هتكلم اقول لهم ايه فوائده وهم يجربوه وهم هيقولوا لي هيحسوا بقد ايه فرق يعني مختلف كتير جدا عن اي كريم تاني هم ممكن يستخدموه. طب كلمينا بقى استخداماته وطريقته ازاي، قد ايه يبداوا يحسوا بالفرق بعد قد ايه؟ بصي، وطبعا هقول لك الاول احنا ليه يعني اخترنا الكافيار. الكافيار طبعا من الحاجات المفيده جدا جدا للبشره. مأكولات بحريه كلها عموما طبعا البحر والميه البحر ومأكولات بحريه دي مفيده جدا جدا للبشره. فالكافيار من الحاجات اللي فيها فيتامين عالي جدا، هو بروتين طبيعي للبشره. البشره بتتكون من خلايا وانسجه بتتغذى على البروتين اللي بيخرج من جسم الانسان. كويس. مع التقدم في العمر ومع نقص الفيتامين دي بتبتدي البروتين ده يقل وكفاءته بتقل، فبالتالي مش بيغذي الانسجه وبتبتدي تظهر مشاكل بقع، هالات سوداء، مناطق غامقه في الجسم. الكافيار بيعوضي ده لان في نسبه بروتين عاليه جدا. هو غني جدا بالاوميجا 3، والاوميجا 3 من اكتر الحاجات اللي بتقاوم التجاعيد، فبالتالي هو كمان مقاوم قوي جدا للتجاعيد، بيقضي على الخطوط التعبيريه دي تماما ما بتبقاش موجوده، في نسبه احماض دهنيه وامينيه عاليه جدا، فبالتالي بيرطب البشره وبيقفل المسام وبيخليها زي بشره الاطفال كده، البشره اللي احنا كلنا نفسنا نوصلها. الاهم بقى من كل ده هو كمان في نسبه كولاجين عاليه جدا، بيعوض البشره بنسبه كولاجين عاليه، وكمان بيحافظ على مضادات الاكسده، يعني بيخلي عندك انت بتقدري بشرتك تقاوم العوامل الجويه من الجو ومن المكياج اللي انت ممكن تحطيه على بشرتك. طب ما تفتحي هنا كده امنيه عشان اصدقائنا يشوفوه برده اللي انت باعينا. احنا طبعا هو ريحته برضو حلوه جدا. عايزه برضو اتكلم على طريقه الاستخدام. كنت عايزه اسالك، هو معاه ميكس يعني احنا حاطينه مع حاجه تانية؟ هو فيش حاجه افتح بيها؟ لا، هاتي انا افتحه لك حبيبتي. يا سلام، ده احنا في المطبخ كله يعني في كل حاجه. احنا قافينه كويس عشان ما حدش يعرف. أيوة. يعمل اي حركه كده ولا كده. خليني بقى اشيل من الطرف كده. احنا عايزين بس نقول لمشاهدينا ان احنا في فرع عندنا في المعادي، للي حابب يروح وده ما فيهوش يا جماعه مصاريف شحن. فرع زهراء المعادي هو اول فرع احنا فتحناه. فضل. وان شاء الله قريب في فروع تانية كتير جدا بنفتحها. ويبعتوا لنا طبعا على الفيسبوك وعلى فكره اي حد محتاج اي سؤال احنا بنرد عليه، مش بس عشان اورا يعني، اي حد محتاج يسال. لا انا عرفت ده من اصدقائي اللي على الصفحه الحقيقه. انا بحييكي وبشكرك لان انت في اهتمام فعلا من ناحيتك بالرد على المشاهدين. ده واجب علينا يعني. اشكرك. طبعا الكريم احنا بنستخدمه كل يوم بالليل.
كويس. انا عايزه بس اكمل، احنا كمان حطينا ايه مع ما اكتفيناش ان الكافيار هو يكون هو الماده اللي بسالك عليها. الكافيار هو ماده اساسيه في الكريم، لكن مش بس الكافيار، احنا كمان استخدمنا كولاجين عظم السمك. كولاجين عظم السمك ده من اغلى واجود انواع الكولاجين على مستوى العالم. هو بيستخرج من عظم وجلد السمك. في طبعا نسبه كالسيوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم عاليه جدا، ونسبه املاح طبيعيه، فاحنا حطينا منه برده نسبه كويسه جدا في الكريم. فبالتالي احنا يعني جمعنا كل الحاجات المفيده من الكولاجين ومن الكافيار، ومن في كمان الفيتامين البشره كلها محتاجاها. فالكريم هيبقى حلو جدا، هيستخدموه يحسوا بفرق حلو قوي من اول شهر. يعني هم يستخدموه في خلال شهر بيبقى بالزبط. يومي بقى يا امنيه قول لنا استخدمه. هو كريم يومي كل يوم بالليل. اهم حاجه نستخدمه على بشره نظيفه زي ما قلت لك قبل كده. مفيش كريم نحطه او زيت تكون بشرتنا المسام بتاعتنا مش نظيفه. معايا طبعا برده في انواع صابون كتير ممكن يقدروا يستخدموها. لو واحده مثلا عندها عايزه بشرتها دهنيه وعندها حبوب كتير، في صابونه النعناع. والله ده صابونه دي بالنعناع بتقلل الحبوب وبتقفل المسام. وفي خشب الصندل للتجاعيد، خشب الصندل للحاجات للتجاعيد والخطوط الرفيعه اللي موجوده لو حد مثلا حاسس ان المشكله دي عنده كبيره. في كمان الليمون ده لو حد عنده بقع غامقه جدا في بشرته وهالات سوداء يستخدم يعني حاجه واضحه باينه في البشره. وهو كمان مش حامي، يعني عشان البنات اللي بشرتها حساسه ما تخافش منه. لا هو بيناسب كل انواع البشره، بس برده نجرب مفيش مشكله. فهمت جدا.